السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه ما سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالبينات والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والال والصحب دوما سرمدا ثم اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم الاسبوعي صناعه الحلال على قناه الرحمه المباركه اسال الله عز وجل ان يجعل هذا البرنامج في موازين الحسنات وان يفتح له القلوب والعقول وان يجعل هذا البرنامج مساهمه في نهضة هذه الأمة في وعيها وثقافتها وفي كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن الأصل في الأشربة الحل. وذكرنا أن الشريعة وضعت لنا آداب لهذه الأشربة. وقلنا نبدأ في التفصيل الأشربة. في تفصيل هذه الأشربة المباحة الكثيرة جدا. واريدك ان تعلم ان باب الاشربه اعتنى به العلماء كثيرا. يعني باب الاشربه اعتنى به العلماء كثيرا فصنفوا الكتب ونوقشت رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه فيما يتعلق بالاشربه من حيث التاصيل والتقعيد و من حيث تخريج الفروع على الأصول ثم ما هو جديد في زماننا هذا هو ما يتعلق بنوازل المشروبات ما يتعلق بالنوازل قلنا أول أمر نتكلم فيه وهذا نفصله إن شاء الله أمر الماء يعني يعني يا عم الشيخ يعني المية علاقتها ببرنامج صناعه الحلال والماء ايه علاقته ما الماء كلها حلال الجواب من اللي قال لك ان الماء كلها حلال وفي نفس الوقت مين نعم هي اغلبها حلال لكن هناك تفصيله كبيره جدا يغفل عنها كثير من الناس لذلك هذا نفصله ونبينه ويكون فيه احكام ربما لاول مره الناس تسمعها ربما لاول مره تخطر على بال الناس لأن عدم التأصيل للمسائل وذكر الفروع فقط يعني يعني أن أقول للناس حكم كذا كذا حكم كذا كذا حكم كذا كذا يبدأ الناس يستنبطون من عقولهم ومن أذهانهم وأفكارهم فيضلون لماذا؟ الذي يستنبط من الفتوى ويقيس عالم ليس الناس ولذلك كثرة الفتاوى هذه مهلكة إشاعة الفتاوى بلا تأصيل مهلكة كبيرة جدا. لذلك نحن تكلمنا على الأصل في الأشربة الحل، ثم ذكرنا آداب هذه الأشربة، لكن نضع بعض النقاط، بعض التنبيهات سريعة في هذه الحلقة، ثم نبدأ في تفصيل هذه الأمور. نتكلم عن الماء والحلال فيه. نتكلم عن العسل والحلال فيه، نتكلم عن اللبن والحلال فيه. ثم تفصيل طويل جدا في كل ما يتعلق بالمشروبات هل تتخيل معي ان اكثر من تسعين في من الناس لا يعرفون هذه المسائل الناس منشغلون فقط بماذا بما لا ينفع يعني انشغال الناس حقيقه فيما يضر لا فيما ينفع ذكرنا الاصل وذكرنا الأدب نحتاج نضيف بجوار هذين الأمرين الأصل والآداب فيما يتعلق بالشراب بعض الأحكام يحتاجها الناس في المشروبات الحلال يعني أحكام تتعلق بالمشروبات الحلال المعاصرة كيف هي أنت مثلا تشرب ماء الماء حلال أم حرام؟ الماء حلال لكن تجنب هذه الأفعال وأنت تشرب المشروبات الحلال كيف هذا؟ نصيغها على طريقة سؤال وجواب حتى يفهمها الناس ونؤصل ما يحتاج إلى تأصيل السؤال الأول ما حكم ده بقى اللي هو التأصيل الأصلية اللي تجدها في الكتب فعل المباح بنية الحرام طيب لو أردنا أن نصيغ السؤال على المشروبات يبقى ما حكم شرب العصائر المباحه المشروبات المباحه على طريقه الحرام يعني كمن يشرب العصير مثلا في كاس يشبه كاس الخمر يعني اشرح السؤال علشان لما نجاوب نبقى فاهمين واحد مثلا يعني عصير التفاح عندنا قريب من شبه الخمره فهو لا يشرب الخمر، هو يعتقد حرمتها ولا يشربها اصلا يعني. لكن هو يريد ان يفعل عارف انت ما يقوم بدور التمثيل؟ بيمثل وده برضه سؤال مهم جدا. ما حكم الممثل الذي لا يشرب الخمر؟ ولا يعتقد حلها اصلا. فبيمثل ان هو بيشرب خمر. لان الحكم ده هينطبق على اللي بيمثل الممثل اللي انت بتشوفه وينطبق عليك انت بقى عايز ايه تعيش الدور يعني فبتحط العصير في الكوب بس في كاس يشبه كاس الخمر والعصير مثلا زي عصير التفاح شبه شبه الخمر فانت بتحاول توهم نفسك انك تشرب الخمر بتعيش اللحظه يعني السؤال الفعل ده ايه حكمه زي ايه تاني كمان هنقول لك حاجه كمان تاني عشان لما نجاوب تبقى فاهم بقى القصه ماشيه ازاي واحد ما بيشربش السجاير ويعتقد حرمتها وهي كذلك حرام صلى الله عز وجل ان يتوب على كل المخ... المدخنين وان يشفي مرضى المسلمين فهو ما بيشربهاش بس ماسك السيجارة أو ماسك حاجة تشبه السيجارة دي وبيعمل كده بس وبينفخ في الهواء يعني يعني بيمثل إنه بيشرب سيجارة سواء في بيته بيعيش يعني عامل نفسه إنه هو راجل يعني سكير عربيد بس في تمثيلا يعني في بيته أو أمام الشاشات إيه الحكم؟ انتبه معي هو الآن بيشرب مشروب مباح متفق على إباحته طيب الكلام ده اللي احنا بنقوله ده اسمه تفريع التفريع ده جاي منين جاي من مسألة حكم فعل المباح بنية الحرام وده ايه كمان مبني على مسألة اخرى كمان هقولها لك برضو عشان يزداد توسع ذهنك وفكرك وتفهم وتستوعب رجل مع امرأته يعني رجل يجامع زوجته خلاص امرأته وحلال ومباح خلاص متفقين على أنه مباح لكن يتهيأ في مخيلته يتصور أنه هو يجامع امرأة أخرى لا تحل له كل الأحك... شوف احنا سألنا كم سؤال أسئلة كثيرة جدا هم كل هذه الأسئلة تحت أصل هو حكم فعل المباح بنيه الحرام ده بيبين لنا ايه بيبين لنا ان فقدان التاصيل للمسائل الشرعيه والامساك بس في الفتاوى هذا يجوز ولا لا يجوز حرام ولا حلال ما قولكم في كذا يجوز ولا لا يجوز هذه مساله مدمره جدا طيب يبقى السؤال هو ايه حكم اللي يشرب عصير بنيه انه هو بيمثل انه بيشربه كخمر يعني بيشرب العصير في كاس علشان يستمتع بيه يمثل انه يشرب خمرا ما الحكم نقول ما قاله العلماء وهو يحرم شرب المباح على هيئه شراب الخمر يحرم هنقول ليه يحرم بقى علشان تفهم يحرم شرب المباح على هيئه شراب الخمر يا عم الشيخ يعني انت برنامج صناعه الحلال وجاي تكلمنا على الحلال وهنا جاي بتكلمني على الحرام انا اريد ان احافظ على الحلال لا تفسدوا ما اباح الله لكم لا تجعلوا ما أحل الله حراما يحرم شرب المباح على هيئة شراب الخمر العلماء قالوا كده بس هفصل لك بقى أدلة العلماء ولكن قالوا كده بس يعني يعني الجواب على ده يحرم لا قالوا ويعذر فاعله يعذر يعني إيه؟ يعني يجي قدام القاضي والقاضي يقول له الشرعي يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ انت ليه بتمثل انك بتشرب خمر فيقول له والله انا كنت يعني عايز يعني اعيش اللحظه يعني ولا حاجه يعذر يعني يعذر يعني, يعني, يعني القاضي له رؤيه الراجل ده نحبسه ولا نجلده ولا ندفعه فلوس التعذير ده اللي هو متروك للقاضي يعني لا يوجد حد في الشريعه الاسلاميه عقاب معين للر... للمساله دي لانه لو بيشرب خمر خلاص معروف الحكم. انما ده ما بيشربش خمر، ده بيشرب ميه. ده بيشرب عصير. نعاقبه ازاي وهو بيشربه بنيه الحرام؟ وهو بيشربه على هيئه اهل الفسق والفجور. فالقاضي ينظر يقول له انت ليه بتعمل كده؟ فاولا يبقى ده حرام لما يعمل كده، اتنين يعذر كمان، يعني معرض للمساءله امام القاضي والقاضي يشوف يعمل معاه ايه. قالوا ليه؟ قالوا لأن كما يحرم النظر لما لا يحل انتبه انتبه بص بص العلماء بيقعدوا ازاي كما وده كلام ابن عبدين يعني كما يحرم النظر الى ما لا يحل يحرم التفكر فيه يحرم التفكر فيه لانه خد بالك لو التفكر في الحرام كانت لحظات عابرة ومضت هذه مسألة غير الذي يفكر في الحرام ويودي به هذا التفكير الى الوقوع في الحرام نفسه ليه؟ ترك ذهنك للتفكير سيوقعك في الحرام رجل في كل مرة يأتي اهله يفكر في امرأة اخرى هذه المرأة ربما تتعلق في ذهنه ولا يستطيع أن يعيش بدونها إذا بعد ذلك لن يستمتع بالمباح الذي أباحه الله عز وجل له فهناك مآلات إن بنت على هذه الفتوى ليست كلاما يقال يبقى مما هو متفق عليه لا يحل النظر إلى الحرام إذا لا يحل التفكير فيه لقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فمنع الله التمني كما منع من النظر وابن حجر بيقول ليس منه أنه ليس منه ما لو وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطأها يقول ونقل عن جماعة يعني لما نيجي نقول بقى مش كلام الحافظ هنا اللي بيقول بنقول لك ابن عبدين بيقول بقى ونقل عن جماعة منهم جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه والسبكي في حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها، نحن نعلم ذلك حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها وإنما اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء وقالوا إنما ينبغي كراهة ذلك يعني يعني حتى العلماء اللي قالوا لا فيش مشكلة وهو ما يقسمش شرعا قالوا ولكنه مكروه لكن لو رجعت كلام العلماء يقول لك لا لا هذا حرام ليه لان ابن الحج المالكي لما نظر لمساله الرجل الذي يتخيل امراه غير امراته قال لانه نوع من الزنا كما قال علماء يعني كما قال علماء المالكيه قالوا ازاي فضرب مثال بقى بمسائل الشرب قال زي واحد خد حاجه يشرب فيها يعني فتصور يعني تخيل انه خمر فشربه قال فذلك يصير حراما عليه. وذلك يصير حراما عليه. لماذا؟ قال والاقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل. يعني انا اقول لك وان كان ابن عبدين رحمه الله ذكر ان هذه مساله مختلف فيها لكن الجمهره الغالب على التحريم. الغالب على على التحريم. لماذا الغالب على هذه المساله التحريم؟ العلماء اشترطوا النية في العبادة حتى تصح العبادة لابد من نية واشترطوا في تعاطي ما هو مباح اشترطوا في تعاطي ما هو مباح نفس الأمر برضو النية يعني ألا يكون مع شرب المباح نية تقتضي تحريمه ليه؟ للاضرار التي ستعود بعد ذلك من تفكيره على هذه القضيه. ثانيا انه يحرم ان يقلد الفسقه والفجره اذا كان الانسان نهي عن ان يتشبه الرجل بالمراه وان تتشبه المراه بالرجل. اذا النهي عن تشبه الكافرين هذا اوجب. وإذا أردت أن تعرف خطورة هذه القضية، إذا كنت لا تستوعب الفتوى، إذا كنت لا تستوعب كلام العلماء في هذه المسألة، هناك مؤلف من مجلدين وبعض المكاتب تطبعه طبعا مجلد واحد اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اذكر ما ذكره شيخ الإسلام، اقرأه واستوعبه في كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد أي شيء يفعله اليهود والنصارى إلا خالفه. إذا فهمت قضية منع التشبه استقرت عندك هذه القضية قضية عدم التشبه بأهل الفسق وأهل الفجور لماذا؟ لأن الرجل إذا فعلها في نفسه في النهاية ستعود أضراره على نفسه فربما يتعلق قلبه بالمرأة التي يتخيلها أو غير ذلك لكن الممثل الذي يقوم بهذا الدور إنما يفهم الشباب أنه يشرب الخمر أصلا وكثير من علماء يقول كده أن من من الخمسينات وما قبلها هناك تعلق حتى كان مفتي الدار المصرية السابق يتكلم عن هذه المسألة يقول أنا محيرني لماذا دائما هناك ارتباط بالخمر في كل الأفلام والمسلسلات يعني ما فيش فيلم يمر إلا في هذه المسألة لماذا؟ يبقى إذن هناك هدف هناك شيء يقولون وراء الأكمة ما وراءها ولذلك يبقى يحرم ان تتشبه بهؤلاء. طيب هذا نفسه يعود على الامه باضرار لا حصر لها. اولها انه اذهب من قلوب الناس ومن نفوس الناس تحريم هذا الشيء. ثم اذا ذهب تحريمه وتعظيم الحكم من قلوب الناس تبدا القلوب ترق لهذا الشيء، تليل لهذا الشيء، يقول اريد ان اجربه لان الممثل يمثل انه مستمتع بهذه بهذا المشروب. يعني عنده شيء عظيم جدا. فيحتاج والمرغوب منع والممنوع مرغوب. اذا هناك مسائل كثيره جدا. الامام الغزالي بيقول حاجه اختم بها في هذه المساله. في الاحياء بيقول ومن تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته يعني من تشبه بأهل الفسق بك بكؤوس أهل الفسق في شرابهم في الآنية وفي الشراب من تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته وحاضر من حاضره بمحاضر الشراب حرم وعزر يبقى ده دي كده أعملها بقى قاعدة ضابط علشان لا أقع في المحذور طيب ياتي حاجه اخرى هناك مشروبات حلال اسماؤها على مشروبات حرام يعني حكم مثلا مشروب مباح يسمونه مثلا الشمبانيا فيقول لك الشمبانيا الحلال الويسكي المباح في كثير من مطاعم الكباب والكفته فتدخل فتلاقيه بيعمل لك مشروب هو عباره عن سلطه ميه سلطه ماء السلطه في, في في هذه المطاعم في يعني كم قطعه خيار على كم قطعه طماطم لكن الباقي كله عباره عن ماء فيقول لك الويسكي المباح الويسكي الحلال السؤال ما ه... ما حكم هذه الامور؟ يعني هل يجوز ان نسمي المباح باسماء الحرام؟ باسماء الاشياء المحرمه؟ يعني هل يجوز ان نسمي الاشياء المباحه بالاشياء المحرمه؟ فيقول لك شمبانيا وكانت في فتره من الفترات كان موجود كده والعلماء سئلوا فيها في هذه المساله ان يقول مثلا شمبانيا كذا يعني شمبانيا مصري ولا شمبانيا سعودي ولا هي مش شمبانيا اصلا ده هي عباره عن مشروب عصير لكن العبره كلها ان شيء مباح سمي بشيء حرام طيب الجواب على ده ان احنا نقول ان المشروب نفسه مباح ما فيهوش مشكله لا نستطيع أن نحرم ما أباح الله لماذا ابن القيم بيقول كده في اعلام الموقعين الاعتبار بالحقائق الشريعة دائما تعتبر الحقائق المشروب ده المشروب ده مباح ما اسمه ما فيش مشكلة ليس لي علاقة بالاسم العبرة في ماذا لكن انتبه معي يعني لا تأخذ هذه الكلمة التي أقولها الآن وتذهب لا ابن القيم العبرة في الأعيان التي يتناولها الإنسان الاعتبار بالحقائق وأنها هي التي عليها المعول وهي محل التحليل والتحريم يبقى حقيقة المشروب، المشروب نفسه حلال ولا حرام؟ لأن الحكم ينبني على ده، طب مسألة ما الذي طرأ على الحكم؟ دي مسألة أخرى، قال وإنما ينظر إلى حقائقها وذواتها، يبقى المسكرات يعني لو شيء مسكر حرام سمي بأسماء مباحة فقيل مثلا الماء المباح وهو خمر هل يجوز؟ نقول لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأن العبرة بالحقيقة العبرة في الشريعة بالحقائق لا بالمسميات ولكن هل المسميات أحيانا يكون لها تأثير على الحكم الشرعي؟ انتبهوا معي هل المسميات يكون لها تأثير على الحكم الشرعي نقول القواعد إذا وجد المسكر وجد التحريم وإذا غاب التحريم وإذا غاب يعني غاب المسكر غاب التحريم وإذا كان يسكر كثيره بنأكد على دي بقى فقليله حرام يعني يعني إذا كان لا يسكر كثيره يبقى قليله حلال نقول لا ليه لا لان في مساله الناس مش فاهمها يقول لك انا يا عم الشيخ انا هشرب البيره وانا هشرب ليه يقول لك ما بسكرش ما بسكرش طب انا هقول لحضراتكم حاجه هناك اجماع اجماع على ان مثلا شرب الحشيش حرام كثير ممن يتعاطون الحشيش قالوا ما بنسكرش من الحشيش. ليه؟ هو سمع انه اذا كان لا يسكر يبقى حلال. طب بعض الناس اصلا من كثره ما تعاطى لا يسكر. يعني من كثره تناوله لهذه الاشياء صار لا تؤثر فيه. العبره في ماذا؟ في المفتر. يعني ايه المفتر؟ يعني بكلمة بسيطة كده بعيدة عن تفصيلتها الطبية لأنها تحتاج إلى تفصيلة طبية. مفتر يعني انتبه معي ما يقدرش يستغنى عنه. والله العظيم أنا عجبت غاية العجب لما علمت في إحدى المستشفيات ناس بتتعالج من إدمان البيبسي. ده مش هقول لك بقى إدمان الخمرة ولا إدمان البيرة هذا شيء أخذ بعقلي. كنت لأول مرة أعلم أن البيبسي يؤدي إلى الإدمان. مثلاً. وهناك مستشفيات تقوم على حتى هنا في مصر. تخيل بقى لما تلاقي واحد ذهب إلى المستشفى ي... بيتعالج علشان يتعافى من تعاطي البيبسي. ما هو ده بقى يبقى المصطلح الحقيقي اللي إحنا نقوله على القصة دي كلها دي. راجل مريض بشرب البيبسي. علشان كده إيه؟ عود نفسك الحاجة اللي تلاقي نفسك اتعلقت بيها قوي الحاجة اللي تلاقي نفسك مش قادر تبطلها ابدأ أعرف إن ده إنذار ليه كده؟ ليه أنا مش قادر أبطلها؟ ليه مش قادر أبطلها؟ لأن كتير من الناس دلوقتي لما العلماء أفتوا بمقاطعة هذه المنتجات ما قدرش يبطل عارف ليه ما قدرش يبطل؟ بعض الناس متصور وأنا كنت قف... أنا كنت من الناس اللي... أفهم هذا إنها رفاهية وإن المشروبات الأخرى مش جيدة وإن لا 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 الموضوع طلع إدمان أصلا الموضوع طلع إدمان فلما نخش في المفتر فما تجيش تقول لي يا عم الشيخ أصله لازم يسكر طب ما الراجل المدمن ما بقاش بيسكر منه فنقول له لا خلاص اشرب بعض الناس يشرب الخمر ولا يسكر يبقى انتبه معي وده يردنا إلى مسألة كلام العلماء في حكم جوست الطيب هم لماذا العلماء اختلفوا فيها أصلا لماذا اختلفوا فيها يعني لماذا قالوا إذا كان كثيرا يحرم ليه لما بيأكل أكلة كده وحاطط عليها جوست الطيب كتير بيحصل له هو ده بقى المفتر جسمه بيريح وبيحصل له حالة من حالات الخمول وبيعمل دماغ انما بعض الناس يضع قليل جدا وده ما افتى به مثلا بعض العلماء المعاصرين بانه لو كان قليلا خلاص لا يؤثر قليل جدا هو لا يؤثر والبعض قال لا 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 احنا عندنا الاصل ما كان كثيره يسكر فقليله حرام فالاصل فيه المنع يعني تقول لي طب يا مولانا لو ما هو العلماء اختلفوا فيها اعمل ايه اعمل ايه هقول لك والله العظيم خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الحلال بين ها والحرام بين وبينهما امور مشتبهات يعني إيه امور مشتبهات يعني ما فيش نص بيقول انها حرام وما فيش نص بيقول انها حلال النبي قال لي اعمل ايه بقى في المشتبهات اللي هي ما فيش نص على انها حلال وما فيش نص على انها حرام الفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات انتبه معايا بقى وقع في الحرام لأنه هو لما هيحطها في الأول هيبدأ يحس إن الأكل بقى له طعم مختلف وبقى له شكل تاني وبقى له أسلوب آخر حلو كده؟ فيعمل إيه؟ فيبدأ يزود شوية يزود شوية بدأ يزود شوية دخل في الحرام إيه اللي خلاه داخل في الحرام؟ وقوعه في الشبهة إنه قاعد يقول طب هم اختلفوا أعملها ولا ما أعملهاش؟ كتير بقى من حياتنا من اشكاليات الحاجات المختلف فيها تنفك بالقصه دي اللي هو ايه بقى؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، الراجل اللي ماشي بالغنم بتاعه واستزرع الناس لازم الغنم بتاعه ده هينزل في الزرع شأم أبا مش هيقدر يسيطر عليه كله، يبقى اللي بي دايما يقع في المتشابهات ده لازم هيقع في الحرام. يبقى طيب الاشياء اللي هي مباحة لو سمناها بأشياء غير مباحة العلماء بعض العلماء يقول لا لا لا, لا يحرم هذا ليه يا جماعة قالوا لعدة أمور لأن فيها تشبها بأهل الكفر والفسق في صور وأسماء أفعالهم المحرمة وقد جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومل على القرب يقول من تشبه بقوم من تشبه من شبه نفسه بالكفار في اللباس وغيره او بالفساق او الفجار فهو منهم او باهل الصلاح او بالصلحاء والابرار يبقى من تشبه بالصلحاء فهو منهم ومن تشبه بالفساق والفجار فهو منهم يبقى التشبه هنا سواء كان في الخير سواء كان في الاثم هذا اولا الامر الثاني هذا الفعل فيه اطلاق اسماء الاشياء التي يبغضها الله عز وجل هو الاسم ده كلمه ويسكي دي ربنا يحبها فلماذا تطلقها على مباح اباحه الله؟ هو ربنا ما سماهاش كده بتسميها انت ليه؟ يبقى لما نلاقي يقول لي خد يا عم الشيخ الوسك المباح خد كده اقول له يا عم لا ما تسميهاش كده. هو ربنا يحب الكلمه دي؟ فيقول لي خد الخمر المباح اقول له هو ربنا يحب كلمه خمر؟ فليه تسميها خمر؟ لماذا؟ هذه الاشياء يبغضها الله عز وجل. ليه؟ لانها احتوت على استهانه بشرع الله عز وجل. قال الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والعلماء يعني صدرت بقى قرارات في بقى كثير من المجامع فيما يسمى بالشمبانيا الحلال وهذه الاشياء صدرت قرارات بمنع هذه المسميات المشروب نفسه حلال لكن صدرت قرار بمنعها لماذا؟ من اجل هذه الامور لذلك يا عباد الله يا عباد الله لا تحرموا ما احل الله لكم ولا تسموا اشياء بغير اسمائها ولا تسموا اشياء ارضاء لانفسكم ولاغراضكم ولنزواتكم وقد حرمها الله تبارك وتعالى لذلك يعني اردت في هذين السؤالين في هذا اللقاء ان اجيب على عده تساؤلات كثيره جدا تتعلق بالمباحات حتى لا نفسد على انفسنا المباح اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته <applause>